لما صار عمري 15 رحت اشتغل في بار في تل أبيب. الصبايا الإسرائيليين كانوا حلوين كثير، ما بعرف ليش، يمكن علشان عندهم حرية أكثر. بلشت أتعلم عبري، يمكن علشان أحكي مع البنت اللي في المحل اللي جنبنا. أنا زي أغلبية الشباب الفلسطينيين، بس يمكن محدش عمل اللي أنا عملته. أكيد كنت عارف إن الموضوع راح يعمل مشاكل. أنا شخصياً أنا وزوجتي مش قادرين نستقر في بيت واحد، كيف نخلي؟ لاسلكي خلي. Actually, was arrested by the Palestinian police. They beat them all night. I hate this country and how hateful they made me become. When I hug Asi, I just won't let him go. I just want to hug him. That's it. The one thing I miss the most. Yeah.